بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين شو الفرق بين اسلامنا واسلام الصحابة؟ انا بدي اقول لك الفرق اليوم. الفرق الاسلام هو اسلام، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، نفس اركان الاسلام. ايام الصحابة هم نفسهم اركان اليوم، ما فيش تغير. اركان الايمان امبارح هي اركان الايمان اليوم، هي اركان الايمان بكرة. لكن عارفين شو الفرق بيننا وبينهم؟ شغلة واحدة، لو قدرنا نحصلها منصير زي الصحابة. الفرق بيننا اليوم وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بخطوة، وكل واحد بيقدر يعملها، أن إسلام الصحابة كان طريقا لهداية الناس، وإحنا وقفنا عند إسلامنا. يعني مثال، اليوم بيجيك شاب بيقولك الحمد لله أنا صايم، مصلي، بروح المسجد، بقعد بقرأ قرآن، الحمد لله أنا مأدي اللي علي. لكن لما تيجي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، 124,000 صحابي، قبض رسول الله عن 124,000 صحابي، اللي مدفون في المدينة المنورة 10,000. طب وال 114,000 وين؟ خرجوا في الدنيا. هاي الفرق بيننا وبينهم، أن إسلامهم كان وسيلة لإصلاح الآخرين، وإحنا إسلامنا فقط لإصلاحنا. فمعناته في صلاح وفي مرحلة أعلى اسمها الإصلاح. الصلاح في ذاتك، أنا صايم مصلي الحمد لله إن شاء الله أكون من الصالحين. لكن الصحابي لم يكتفي أن يكون من الصالحين، هو حب يطلع خطوة يسميه المصلح، أن يتجول في الدنيا، أن يذهب إلى السند والهند وإلى بلاد فارس وبلاد العراق، أن يتجول في كل الدنيا. أبو أيوب الأنصاري وين؟ ما هو خال النبي عليه الصلاة والسلام. مش النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة المنورة نام في بيته؟ طب وأبو أيوب الأنصاري وين؟ طب في اسطنبول. طب المسلمين والصحابة اللي في الصين؟ طب غور الأردن فيه 23,000 صحابي. طب الحريث الحارث بن عمير الأزدي مدفون في منطقة بالأردن اسمها الطفيلة، هو شو اللي جابه لهون؟ ما الذي أتى بك يا معاذ ابن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام لتدفن في الأردن؟ ما أنتك أصلا كنت في المدينة المنورة. ما الذي أتى بك يا جعفر بن أبي طالب حتى تدفن في مؤتة جنوب الأردن؟ طب ما أنت أصلا جاي من المدينة المنورة. الفرق بيننا وبينهم، إحنا أسلمنا ورضينا بصلاحنا، وهم أسلموا ولم يرضوا بصلاحهم، بل أرادوا أن يصلحوا البشر. أسألك سؤال، لو سيدنا عمر بن الخطاب بعث اليوم، اليوم من بعد سيدنا عمر الخطاب، يا ترى بقعد في جامع وبجيب صحيح البخاري وبقول لناس تعالوا أقرأ لكم؟ لا. يا ترى بقعد في مسجد وبصير لنا يقول لناس تعالوا عندي أنا بدي أعلمكم الدين؟ أكيد لا. هو شو راح يعمل؟ راح يشبك عن إيديه ويشد حاله ويطلع يلف على الناس يدخلهم في دين الله بالهداية. شبابنا اليوم قاعدين، اليوم الشباب يقول لك أنا بصلي وبصوم. طب أنت اليوم عمرك 25 سنة، يعني أنت صار لك في الإسلام مكلف من سن البلوغ 12 ل 25، أنت صار لك 23 سنة مسلم. أسألك سؤال، كم مرة دعوت إنسانا ليدخل في دين الله؟ كم مرة مسكت في إيد واحد عشان تجوم معك على المسجد؟ أنت كم سنة صار لك محجبة؟ اللي صار لها 20 سنة، واللي صار عمرها 40، وصار عمرها 45، وصار عمرها 50 سنة محجبة راضي ومقتنع بحجابها. لكن أسألك سؤال، كم من إنسان دعوتيها حتى ترتدي لباس الشرع وترضي الله ورسوله؟ كم واحدة؟ مو في ناس صار عمره 70 سنة وعمره ما حكى كلمة واحدة في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حكانا عن واحد قال عليه الصلاة والسلام إن الله أرسل ملائكته إلى أهل قرية ليعذبوهم. فطبعا الملائكة عندهم السجلات، فقالوا يا رب إن فيهم فلان رجل صالح، رجل صالح، عارف شو يعني صالح؟ صايم مصلي في عبادته بنفسه، لا بوك المال حرام ولا بغش إنسان ولا مآذي حدا، أنا قاعد يا رب. إن فيهم رجلا صالحا، فقال الله عز وجل صبوا عليه العذاب صبا حتى تسمعوني منه صرخة إنه ما تمعر وجهه يوما في سير، عمره ما عرق وهو ماشي على رجليه عشان يهدي الناس، إنه ما تمعر وجهه يوما في سبيلي.
أسألك سؤال، كم مرة تمعر وجهك في سبيل أنك تهدي إنسان؟ كم مرة عزمت إنسان على كاسة شاي عشان تصير في بينك وبينه ألفة وتفتحوا مع موضوع الدين؟ أنتم ملاحظين إحنا بس مهتدين لحالنا؟ أنتم ملاحظين أنه حتى داخل الأسرة بتلاقي أخ بيصلي أخ وأخته ما بتصلي، ما حدش بيفتح الموضوع مع الثاني؟ السبب حرية، كل واحد على دينه الله يعينه. وأنا جاي أقيم الدين في مالطا، مش هيك بعلموكوا؟ مش علمونا ألفاظ انهزامية، كل واحد ذنبه على جنبه وكل واحد إله ربي حاسبه. يا سيدي أنا مالي علاقة، مش هيك قال لك؟ قال لك المهم أنت كون أنت صايم مصلي، مالكيش في غيرك، عند الله تجتمع الخصوم، مش هيك قالوا لك؟ كل هاي المصطلحات عشان لا تنطق بكلمة الخير. الصحابة رضي الله عنهم 314 في معركة بدر، لكن نشروا الدنيا على العالم كله، لأنه كل واحد كان هدفه أهدي جاري وأهدي اللي بعده واللي بعده واللي بعده فينتشر الدين. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. والله طلابنا اليوم لديهم من المعلومات الدينية أكثر من بعض الصحابة، لأنه بعض الصحابة سمع من النبي الشهادتين وأسلم وخلص، ما عندوش معلومات. اليوم بدرسوهم الدين، لكن الفرق بيننا وبينهم وحكوا بالدين وإحنا سكتنا على الدين. بلغوا عني ولو آية، لأن النبوة رتبة ووظيفة. الرتبة اصطفاء من الله عز وجل، مش بإيدك تكون نبي، هاي من عند الله عز وجل، هاي من عند الله. لكن الوظيفة التبليغ، فأنت تستطيع أن تشترك مع النبي في وظيفته، لكن رتبة منحة من الله. طب وين رتبة النبوة؟ وين وظيفة النبوة؟ طيب وظيفة النبوة تبليغ الناس، الدعوة الناس، نجيب الناس للمسجد، نجيب الناس إلى الصلاة، نجيب الناس للقمة الحلال. أنت ماذا بذلت؟ إحنا اكتفينا بالصلاح، لكن اقرأ الآية، إن أريد إلا الإصلاح، مش الصلاح، إن أريد إلا الإصلاح. قديش؟ ما استطعت اللي بقدر عليه. مش النبي خبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، معه 20 شخص، ويأتي النبي معه النفر 5-6، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. يا ترى قصر؟ لا ما قصر، بس الأرض ما طلعتش مثمرة، لكن هو ما قصر. أنت كم مرة دعوت إلى الله عز وجل؟ أنت في مكتبك، في شركتك، في شارعك، في بيتك، في جيرانك، كم مرة دعوت؟ لازم نطلع من إطار الصلاح إلى إطار الإصلاح. أنتم مش تتفرجوا على التلفزيونات؟ هي دعوات الناس إلى استعمال منتج معين، مش هي زرع الرغبة في هذا المنتج؟ طب أنت منتجك شو اسمه؟ اسمه الإسلام. في زرع في عقول الناس حاجتهم لمنتج اسمه تليفون، منتج اسمه طعام، منتج اسمه زيت قلي، منتج اسمه للغسيل. طب أنت إيش منتجك؟ الإسلام. أسألك سؤال، كم مرة حاولت تقنع الناس بهذا المنتج العظيم؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، مش لأن تهتدي، لا اخلصنا من الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. الحافز اللي ربنا بيعطيك إياه أفضل وأقوى من أن تتصدق بكل الدنيا لو هدى الله بك رجلا واحدا. يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جالس، فمرت جنازة، فوقف النبي عليه الصلاة، شوف احترام النبي للجنازة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مرت جلس النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي قاعدين قالوا يا رسول الله إنه يهودي، يعني أنت يا رسول الله وقفت احتراما؟ فقال أوليس بنفس، مش هو كمان بني آدم؟ شوف احترام النبي عليه الصلاة والسلام، أوليست نفس، هو بني آدم. فسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أطرق النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، أطرق النبي برأسه، فنظرنا إلى وجه النبي وإذا بدموعه تجري على وجهه الشريف. فقال أصحابي يا رسول الله يهودي، يهودي ومات، يعني كمان بتعيط أنت وقفت؟ آه طب وتعيط عليه؟ يهودي ومات. شوف كلمة النبي، فقال عليه الصلاة والسلام نفس تفلتت مني إلى النار، أنا ببكي إنه ضاع مني واحد ما اهتداش،
مش الصلاح، الإصلاح. نفس تفلتت مني إلى النار. يا ترى إحنا اليوم بالكرة الأرضية مليارين، والكرة الأرضية 8 مليار، إحنا بنمثل مليارين، 6 مليارات، كم نفس تفلتت منا إلى النار؟ رسالتي لك اليوم مش الصلاح، خلصنا منه، إحنا بنصوم وبنصلي وبنزكي والحمد لله رب العالمين. رسالتي لك اليوم، تعال نترقى خطوة ونترفع درجة وننتقل من الصلاح إلى الإصلاح. باللحظة اللي بتحس إنك تحولت إلى مصلح، مش صالح، إلى مصلح، وبدأت تتكلم بالدين مع الناس وتتجول من بيت لبيت ومن مكان لمكان وتدعو الناس، هذيك اللحظة اعلم علم اليقين أن الله قد أذن لقلبك أن تشرق عليه الأنوار المحمدية.